متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة وأيضا خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة تعمل على سيادة لهذه الأجواء الحارة ودرجات الحرارة صيفية بشكل عام، عدا المنطقة الشمالية التي تتأثر حاليا بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد. درجات الحرارة هناك أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن اعتبارا من يوم غد تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع وتعود للارتفاع في المنطقة الشمالية. نبدأ نشرتنا بصور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كمية من الغيوم العالية والمتوسطة في عموم المنطقة الشرقية، الشمالية، الشرقية، الوسطى وأجزاء من المنطقة الغربية. هي ناتجة عن حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي، توقع أن تستمر خلال ساعات نهار اليوم وأيضا خلال الأيام القليلة القادمة، بالتزامن مع سيطرة لأجواء حارة إلى شديدة الحرارة بشكل عام. نتحدث الآن عن درجات الحرارة وتوزيعها بهذه الخرائط. يوم الاثنين تبقى المنطقة الشمالية تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد، درجات الحرارة تبقى أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في كل منطقة الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من تبوك، في حين تبقى درجات الحرارة مرتفعة وحارة وشديدة الحرارة في باقي المناطق. لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء تتراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد، لكن تبقى تأثيراتها البسيطة في منطقة الجوف والحدود الشمالية، حيث يستمر الطقس حار نسبيا خلال ساعات النهار لكن مائل للبرودة خلال ساعات الليل، في حين يستمر الطقس حار وشديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الأربعاء تعود وترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، تصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، طقس حار بشكل عام في عموم مناطق المملكة، ونفس الأجواء المتوقعة يوم الخميس مع تسجيل المزيد من الارتفاع في المنطقة الشمالية. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعاتها الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء بالمجمل صافية مع تفرق لبعض الغيوم العالية بدون فعالية، 29 درجة مئوية كحرارة دنيا، أما المحسوسة 28، الرطوبة حوالي 58%، أما الرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الثلاثاء طقس حار مع 43 إلى 28 درجة مئوية، يوم الأربعاء 42 إلى 26 درجة مئوية، أما يوم الخميس تتفرق بعض الغيوم العالية 42 إلى 28 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.